الفنان خالد ديوب رجل في العقد السبعين من عمره بأدوات بسيطة يجسد التراث ويحاكي الواقع بمطرقته وأزميله بالنحت على حجر البازلت الأزرق والحجر الحموي ليصنع مجسمات تراثية تنطق بالجمال والفن والأبداع، ويقوم أيضا بصناعة أشكال فلكلورية ومنازل قديمة من الطين مأخوذة من الواقع القديم. بعد سن التقاعد فكرت أني أعمل شلال بطريقة مختلفة، نجرت ناعورة وعملت الشلال وعملت حجرية الناعورة وشغلتها، وبعدين بدون معرفة بقضية النحت جبت حجرة بازلت كبيرة وبدأت انحتت عليها وجه بأدوات كتير بسيطة بالمطرقة، وحتى ما كان في إزميل يعني بالمعنى الدقيق، وما في خبرة، وباشرت كل ما خلص عمل تتولد عندي فكرة لعمل آخر. اشتغلت بالحجر البازلت، أنا استهواني العمل التراثي الموجود في منطقتنا أو بالريف السوري بشكل عام، وعملت مجسم صغير لناعورة حما. هاي الرسالة هو إحياء التراث، إحياء التراث، لأنه هذه قيمة الجهد الإنساني المتوارث، شايف اللي والشقاء الإنساني اللي كان يبذله الإنسان في الريف السوري بشكل عام، ومشان تضل هالصورة هاي في أذهان الأجيال القادمة ومستمرة. هدفه هو أحياء التراث والأصالة القديمة والحفاظ على التراث من أجل أن يعلمها للأجيال القادمة، وتكون رسالة دائمة في عقولهم أن التراث جزء لا يتجزأ من الواقع.